انتم شايفين اب او ام يراقب نفسية الطفل ويدرس نفسية هذا الطفل من الناحية البدنية؟ الآباء الأمهات جدا مواظبين. أي اختلال أنتم عندما تلاحظون الاختلال الجسدي إلى مظاهر، الطفل ما يتمكن يمشي، الأب يفكر ليش ما يتمكن يمشي، يودي إلى الدكاترة، هذا المظهر من عجائب الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أنه جعل للمخابر مظاهر، لعله كل مخبر له مظهر. يلاحظون هذه الظواهر ويحاولون الانتقال من هذه الظواهر إلى ما خلفها من البواطن، ولكن نفسية هذا الطفل، هذا الطفل عندما يقول هذه الكلمة أو يتخذ هذا الموقف أو يعمل هذا العمل، هذا يكشف عن ماذا في نفسيته؟ احنا مرة ذكرنا في حديث قديم أنه النفس مثل معمل، أنتوا عندما تشوفون إنتاج، هذا الإنتاج يدل على طبيعة المعمل. هذه الكلمة وهذه الحركة وهذا الموقف يدل على نفسية هذا الطفل وطبيعة هذا الطفل، ولكن هل تدرس هذه الظواهر؟ هل تلاحظ هذه الظواهر؟ كما نأخذ الطفل إلى الطبيب الجسدي، هل نأخذه إلى الطبيب النفسي؟ سواء واحد من الآباء يفكر في ذلك، الأمهات يفكرن في ذلك.